وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري واستشاري المناطق العشوائية. دكتور الحسين، بعد التحية، كيف ترى ما تحقق من مبادرة حياة كريمة في مختلف قرى محافظات مصر، قرى ومحافظات مصر، وكنموذج قرية أم دومة في سوهاج؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعا حياة كريمة هي أكبر مبادرة على مستوى العالم في فكرة أن هي بتتضمن أو بتشمل أكثر من 58 مليون مواطن. برضو مبادرة حياة كريمة يمكن المرحلة الأولى بتاعتها كان فيها أكثر من 1477 قرية بتخدم 28 مليون مواطن. عندنا المرحلة الثانية 1670 قرية بتخدم حوالي 20 مليون مواطن. المرحلة الثالثة 1353 قرية بتخدم حوالي 10 مليون مواطن، يعني 58 مليون مواطن. بالنسبة للخدمات التي أضيفت القرى، احنا عايزين نوضح ان هذه القرى كانت بتعاني لعقد من الزمان، يعني فترة كبيرة جدا، وصعيد بيعاني والقرى اخص بتعاني من نقص في الخدمات او عجز في الخدمات بشكل كبير، وبسبب فقر في الخدمات. يمكن عشان كده جت حياة كريمة لإنقاذ القرى ونجدتها وإعادة ترتيبها بشكل حضاري يليق بالجمهورية الثانية، وحطت فيها يمكن أكبر موازنة ممكن تحطها دولة، تريليون جنيه في بالنسبة لـ 4500 قرية. النهاردة قرية أبو دومة كانت من ضمن القرى اللي هي كانت بتعاني و تحولت الى اول قرية نموذجية لحياة كريمة من خلال 18 مشروع خلوا الحياة في هذه القرية بشكل مختلف. حتى اللون بقى موحد والقلوب توحدت في حب هذه المبادرة، لان هي عملت نوع من الانعاش الاقتصادي بشكل كبير لهذه القرية، ورجعتها لمركزها الحضاري وشكلها اللي هي مفروض تكون عليه مع هذا، مع الجمهورية الجديدة ومع التقنيات الجديدة اللي مصر بتقوم بها. حياة كريمة عملت حياة كريمة وغيرت فعلا وغيرت التاريخ الخاص بالتطوير الحضاري على مستوى مصر بشكل كبير. احنا النهاردة لو هنقارن الانجازات التي تمت في حياة كريمة من حيث توصيل مياه الصرف الصحي وشبكات المياه والغاز والكهرباء، احنا في قرى معينة كانت بتعاني ما فيهاش مية، وفي قرى ما كانش بيبقى موجود فيها كهرباء. كل هذه الخدمات النهاردة بقت متاحة في ظل حياة كريمة. المجمعات الحكومية اصبحت مؤهلة وموجودة داخل القرى، ما كانش موجودة، وكانت الناس تتكبد مواصلات وفلوس وعناء سفر. التعليم النهاردة اصبح في المدن والمحافظات، ما عنديش النهاردة المدينة الجامعية، لان كل محافظة النهاردة فيها اكتر من جامعة حكومية وجامعة اهلية ومعاهد خاصة. كل ده موجود داخل المراكز على مستوى المحافظات. فبالتالي حياة كريمة النهاردة غيرت حاجات كتير جدا. يمكن اخرها كان الصعيد والاستثمارات اللي كانت موجودة في الصعيد والمشروعات اللي في الصعيد اللي تتجاوز حوالي 92 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في الصعيد. فبالتالي النهاردة سيادة الرئيس وزيارته بيؤكد تأكيد تام ان حرص الدولة على الاهتمام بالقرى، حرص الدولة على الاهتمام بالمواطن البسيط محدود الدخل، حرص الدولة على فكرة افتتاح مشروعات تنعش الحياة الاقتصادية بالنسبة لمصر. نعم دكتور الحسين، في تقديرك ما هي أهمية تنمية سوهاج تحديدا ودورها في الدفع بالتنمية في صعيد مصر، وخصوصا أنها محافظة محورية في جنوب مصر؟ هو أولا احنا عايزين نحط بس ان مصر حاطة خطة لتنمية الصعيد بالكامل، وسوهاج وقنا وكل يعني حتى أسوان بالذات، يعني طبعا يمكن حاطة الملامح دي من خلال اتجاهها في انشاء مجمعات صناعيه جديده تستهدف الحكومه منها انشاء مئات المصانع الجديده لابناء الصعيد، بحيث ان هي توفر فرص عمل اللي بيها تبقى ركيزه اساسيه لاستمرار معدلات النمو اللي بيشهدها القطاع الصناعي خاصه في صعيد مصر. الهجره العكسيه اللي كانت موجوده من محافظات او من الريف الى المدينه، النهارده في ظل التنميه الجديده اصبح الصعيد او اصبحت القرى الصعيدية او اصبحت محافظة سوهاج جاذبة للسكان وليست طاردة للسكان كما سبق.
ويمكن ده هنلاقيه في الاحصائيات الجديده اللي هي بتؤكد ان عدد المهاجرين من القرى الى الريف في ظل حياه كريمه تغير بشكل كبير جدا، في ظل توفير فرص عمل، في ظل مبادرات بتقوم بها الدوله بالتعاون مع وزاره التنميه المحليه في تسويق المنتجات لاهالينا في قرى سوهاج وقرى الصعيد والقرى بشكل عام من خلال مبادره ايادي مصريه التي بقت ايادي افريقيه بتطوق المنتجات. فكل ده انا شايف ان هو يعني يعد شيء كبير جدا من الدوله، وكمان ركيزه اساسيه عشان مساهمه القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وفي نفس الوقت زياده في مخصصات الاستثمار السنويه الخاصه في صعيد مصر. نعم، اشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضري واستشاري المناطق العشوائيه، شكرا جزيلا لك.